طيب حضرتك كنت في نادي جماهيري كبير جدا في العالم كله، نادي برشلونة، وانتقلت الى النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، شايف جماهيريه النادي الاهلي ازاي؟ Yeah, the type of نعم is نوع الدعم ربما يكون مختلف قليلا هنا في الأهلي وفي مصر بشكل عام. الناس والجماهير لديها دعم كبير للفريق فريق الأهلي خاصة على وسائل التواصل، وهذا شعور جيد. ربما في إسبانيا وتحديدا في كاتالونيا وبرشلونة الموضوع مختلف، نحن ندعم فريقنا ولكن ربما لا نشعر بهذا كثيرا، ربما بطريقة أقل، ليس قريبين من الفريق وليس بهذا الدفء مثل هنا. يعني انت